العالم كله يسمع وانا ايديا اهي بتقيد وبتكلم بجميع قوايا العقليه ومش بنقول ان انا مربوطه ولا مخدره. انا بنتكلم كويس جدا وبقول لكم انا مش مخطوفه، انا ماشيه بكامل قوايا العقليه ومش ممكن في واحده تكون مخطوفه بقى سنتين مخطوفه، مش ممكن. قالوا انت يا شعب مصر يا مصريين يا مسلمين انا نطقت بالشهادتين، هتردوني يحطكم امام الله عز وجل. انكم احنا اسلمنا اظن الاكراه في الدين، اننا نرجع ونكره على دين احنا ما احناش عايزينه. يا ريت تقف جنبنا، بيقفوا جنبنا والرئيس يقف جنبنا وشعب مصر كله يقف جنبنا، وما بقاش زي وثائق قسطنطيني او غيرها او غيرها او غيرها اللي مرميين في القذيره ومحدش يعرف مصيرهم ايه. انتوا ما بتسالوا اي بشر انا من هتيجي جنبنا، طول ما ربنا واقف معانا وطول ما احنا ثابتين بايماننا احنا مسلمين وعمرنا ما احنا هنرتد تاني، مش هنبقى مرتدين قدام ربنا ونشرك بالله، ما احناش عايزين نرجع تاني. بنقول لكم انا هتاثر بالله تاني، مش راجعين تاني، احنا عمرنا ما احنا راجعين تاني من المسيحيه واحنا اسلمنا والحمد لله، وعمرنا ما هنسيب اطفالنا ولا هنسيب ازواجنا ولا هنسيب ديننا. اولا دين الاسلام، لان احنا اسلمنا واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، عمرنا ما احنا راجعين تاني، ما احناش هنرجع. ويا ريت يا امه الاسلام تقفوا جنبنا، اقفوا جنبنا وساعدونا، حاولوا تساعدونا، احنا ذنبنا ايه؟ ذنبنا ايه اطفالنا تتشتت وازواجنا تبعد عننا؟ احنا ما احنا مالناش ذنب ده كله، لازم تقفوا جنبنا، ولازم كمان الرئيس يقف جنبنا، ولازم تشملنا ونبقى عايشين زي ما انتوا عايشين كلكم، ما نبقاش معتدين من كل يوم لبلد لبلد. ذنبهم ايه؟ اطفال زي دول يعيوا مننا، ذنبهم ايه؟